فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ولهذا قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم، لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاف الذي حصل بين ابن مسعود رضي الله عنه والرجل الآخر هذا ليس من الاختلاف المذموم، لأن كل منهما قرأ بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما تفرق المسلمون في الأقطار وانتشر الإسلام، وصاروا يختلفون في القراءات اختلافا يخشى منه وقوع الفتنة فيما بينهم. وإن كان هذه القراءات مسموعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون بعضها لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى لو ثبت فإذا كان الاختلاف عليها سيؤدي إلى الفتنة فإن الأولى جمعهم على قراءة واحدة درءا للفتنة. فلما خشي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان حذيفة ممن يحذر من الفتن، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه شدة حذره من الفتن، لما رأى اختلاف الناس في الأمصار في تلاوة القرآن اختلافا يؤدي إلى التصارع فيما بينهم وجحد ما مع الآخر من الحق وربما يؤدي إلى قتال أو إلى تكذيب، فجاء إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فطلب منه المبادرة في حسم هذا النزاع وأن يجمع المسلمين على مصحف واحد. وكان المسلمون لهم مصاحف متعددة فيها مخالفات قراءات واختلاف في الترتيب السور، فحذيفة خشي من هذا الاختلاف أن يؤول إلى فتنة وإلى شر، فأمر عثمان رضي الله عنه أو أشار على عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على مصحف واحد، فجمع المصاحف التي في الأمصار وشكل لها لجنة من العلماء الصحابة وقراء الصحابة، وأمرهم أن يكتبوا مصحفا واحدا محتملا للقراءات السبع أو العشر، يعني الرسم واحد لكنه يحتمل قراءات فأمرهم فاجتمعوا بعد تردد وبعد تثاقل، لأن الأمر هذا ما هو سهل، هذه قضية ليست سهلة، ولكن عثمان رضي الله عنه لقوة إيمانه وقوة حرصه على جمع الأمة أقدم عليها بمشورة حذيفة بن اليمان، فكتبوا مصحفا واحدا على رسم واحد يسمى الرسم العثماني، ثم أمر ببقية المصاحف فأحرقت، ونسخ من هذا المصحف عدة نسخ بعدد الأقاليم ووزعها على الأقاليم، فبقي هذا المصحف، وكان هذا من حفظ الله لهذا القرآن، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فبقي هذا المصحف بأيدي الأمة ولله الحمد، ويسمى بالمصحف العثماني والرسم العثماني.